بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن بي بي اي ان ريفراكتوري ريفلكس فيرسس اوردينري ريفلكس سوبرفايز باي دكتور عبير اسد. مبدئيا كده هما دول تو بيبرز اللي ان شاء الله خدنا منهم الريفرنس بتاعت البرزنتيشن بتاعت النهارده. واحده اللي هي امريكان جاسترو اسوشيشن دي 2022 ديسمبر 2022، والبيبرز الاخيره الثانيه دي بتاعت ليون كونسنسس 2 اللي هو الابديت من ليون كونسنسس 1 اللي اتنشرت 2018، دي لسه منشوره في 9/2023. انتروداكشن، هو تعريف الجرد هو الحاجات اللي هي الاولد ديفينيشن اللي هو بيقول كرونيك جاستروينتستينال ديس اوردر كاركترايزد باي ريجرجيتيشن اوف جاستريك كونتنتس انتو ذا اسوفيجس كوزنج ترابل سام سيمتومز او كومبليكيشنز. ده تعريف مبني على سيمتوماتولوجي، فده تعريف حصل له ابديت، وحاليا دلوقتي المودرن ديفينيشن اوف جيرد لازم يبقى فيه كونكلوزيف ايفيدنس. انا حاجه شايفها بعيني لما في الاندوسكوبي ريفلكس ريليتد ماسولوجي اون اندوسكوبي او ابنورمال ريفلكس مونيتورنج في دورنج البي اتش 24 اور بي اتش مونيتورنج ان ذا بريزنس اوف كومباتبل ترابل سام سيمتومز. ده التعريف الجديد، لازم حاجات اكون شايفها بعيني، لكن التعريف اللي عندي على السيمتوماتولوجي ده خلاص اوبسوليت. مودرن ديفينيشن كونكلوزيف ايفيدنس اوف ريفلكس ريليتد باثولوجي اللي هو هنعرفه ان شاء الله في البرزنتيشن، او ابنورمال ريفلكس مونيتورنج ان ذا بريزنس اوف كومباتبل ترابل سام سيمتومز، لازم يكون في باثولوجي واضح قدامي، لازم يكون في سيمتومز طبعا. الباسيف فيسيولوجي طبعا في مالتي ميكانيزمز، اشهر حاجه طبعا اللي هي ترانزنت ان ابروبريت ريلاكسيشنز اوف لور اسفنجال سفنكتر. ممكن برده في اللي هو ديليد جاستريك امتنج اللي هو في برده هايتس هيرنيا امبيرد اسفنجال كليرنس، في برده بايلوريك انكومباتبل ديدرو جاستريك ريفلكس. مش هنخش في الباسيف فيسيولوجي كتير، هو بس اكتر حاجه ممكن يعني تفسر الجرد هو الترانزنت ان ابروبريت ريلاكسيشن اوف لور اسفنجال سفنكتر. طبعا في المانيفيستاشن الجيرد فيه طبعا تيبيكال سيمتومز او كلاسيك سيمتومز وفيه اتيبيكال سيمتومز. الكلاسيك سيمتومز اللي هي طبعا تشمل الهارت بيرن والاسيد ريجرجيتيشن ويوجوالي وورسند ات سوباين اور بيندينج بوزيشن. الاتيبيكال سيمتومز تشمل النون كارديك تشيست بين، الاذر جاستروسايز سيمتومز من ايبيجاستريك ديسكومفورت، من نوزيا، من ديسفيجيا، والاكسترا انتستينال اكسترا اسوفيجيال مانيفيستاشنز تشمل كذا حاجه، فيها منها اللارينجال اند فرينجال مانيفيستاشنز اللارينجو فرينجال ريفلكس زي الهورسنس وفويس ثروت كليرنج اللارينجايتس فرينجايتس اند شوكينج سنسيشن. في بالمونري مانيفيستاشن زي الازمة والكرونيك كاف وريكورنت نيومونيا كرونيك برونكايتس، وفي اذر مانيفيستاشن تشمل اللي هو الهاليتوزيس والسينسايتس والدنتال ايروجنز. دول اكسترا اسوفيجال مانيفيستاشن لازم نحطهم في الحسبان لما المريض نحطهم لما المريض يشتكي بالاعراض دي، نفكر برده في الجير او الجيرد. الدياجنوستيك ابروتش، طبعا في مريض جاي بجيرد سيمتومز اشوف فيه الارمنج سيمتومز ولا لا، اللي هي ديسفيجيا ايرلي ستايتي جي اي بليدنج وداينفيجيا بريزيستنت فومتنج ان انتندد ويث لوس ايرن ديفيشنسي انيميا. الحاجات دي لازم تعمل على طول ابر اندوسكو. طب لو مفيش الارمنج سيمتومز غالبا بندي امبيريكال تريتمنت اللي هو من 4 ل 8 اسابيع بي بي اي وانس ديلي، ونشوف في تحسن او لا. تمام، ده برضو الالجوريزم ده بيشرح برضو لو مريض جاي بتيبيكال سيمتومز هديله مفيش الارمنج مفيش الارمنج مانيفيستاشنز هنديله امبيريكال ترايل اوف انتي سيكريتوري ثيرابي. طيب لو مفيش تحسن هنعمل اندوسكوبي او وايرلس بي اتش مونيتورنج او الهاي ريزولوشن مانومتري. في حاجات برضو جانبيه بتساعدني في التشخيص اللي هو بوست برانديال هاي ريزولوشن مانومتري، دي عشان اسسنا حاجات اللي هي بيهيفيرال ديسوردرز زي الرومينيشن سندروم. الرومينيشن سندروم ده عباره عن ذا بيهيفيرال ديسوردرز ان ويتش الفود از البروت اب فروم ذا جاست فروم ذا استومك للاسوفاجس ايفورتليس، بيكون الفود ده ريسوالود او ريتشود. تمام، وبيكون التيست بتاعه نورمال ما يكونش بيتر تيست زي الفوميت. تمام، فده بيهيفيرال ديسوردر نيرنت بيهيفيرال ديسوردر محتاج بيهيفيرال ثيرابي مش محتاج اي بي بي اي او حاجه. تمام، في برضو لو جاي يبقى تيبيكال سيمتوم زي البلشنج او كرونيك كاف او ازمه او هورسنس او جلوبال سنسيشن او الابدومينال بين او ديسبيبسيا. البلشنج هو في نوعين من البلش اللي هو في سوبرا جاستريك وفي جاستريك بلش. الجاستريك بلشنج اللي هو الحاجات اللي بتحصل فيسيولوجيك زي مثلا واحد بعد ما يشرب حاجات غازيه او حاجه بيبقى في اير موجود في البروكسيمال ستومك، ده اللي بيحصل لما اللور اسفنجال سفنكتر يحصل ترانزيت ريلاكسيشن، الاير ده بيطلع من الاستومك للسوفاجس. السوبرا جاستريك بلشنج ده غالبا بيدل حاجه سايكولوجيكال بقى مش فيسيولوجيكال، ان ده عباره عن اير سوالود في الاسوفاجس بنبلعه وما بيوصلش للاستومك على طول، بيحصل له ايراكيتيشن
فبيبقى فاست وفريكوانت، وده حاجه تبقى سايكولوجيكال ليرن برضه بيهيفير. طيب لو حاجات جايه من اتيبكال سيمتومز من الحاجات دي، يفضل ان احنا نبدا بالاندوسكوبي او بي اتش امبيدنس مونيتورنج او هاي ريزولوشن مانومتري. في حاجات ادجنكتيف كده على جنب، ممكن لو حاجاي اللي هو سوبرا جاستريك بلشنج بيفضل نعمل البيهيفيرال ثيرابي فور سوبرا جاستريك بلشنج. برضو جاي بكرونيك كاف او ازمه وريكرنت نيمونيا، لازم نعمل برضو ايفالويشن للشست. لو جاي حاجات الهورسنس اوف فويس والجلوب سنسيشن، ممكن نعمل لانجوسكوبي فور ثروت سيمتومز. في المربع اللي في النص ده بيشمل الحاجات اللي هي الجيرد ايفيدنس، هي دي الكونكلوسيف ايفيدنس اللي انا لو شفتها هحلف ان ده جيرد. تمام، من ضمنها في الاندوسكوبي لوس انجلس جريد بي او سي او دي. كان زمان في اليوم كونسنسس 1 بيقول سي او دي بس، بس حاليا دلوقتي ضافوا البي في الابديت الثاني. تمام، او بايوبسي بروفن باريت ميوكوزا او بيبتيك اسوفجيال ستريكشر. ده الحاجات اللي في الاندوسكوبي. في الحاجات اللي هي امبولاتوري ريفلكس مونيتورنج، الاي اي تي اللي هو اختصار اسيد اكسبوجر تايم اكتر من 6% او الريفلكس ابيسودز تبقى اكتر من 80، او في حاجه جديده برضو اللي هي المين نكتورنال بيز لاين امبيدنس تبقى اقل من 1500، هو المفروض النورمال بتاعها من 1000 من اكتر من 2500. دي ماركر بيشوف الانتجريتي بتاعه الاسوفجيال ميوكوزا. لو اقل من 1500 اومز يبقى ده غالبا هيبقى فيه باثولوجيكال ريفلكس. تمام، دي حاجات انا بشوفها في الامبيراتوري ريفلكس مونيتورنج، ودي حاجات بشوفها في الاندكس. في ممكن حاجات بوردر لاين ماتريكس من الحاجات دي، بس في حاجات مع ادجنكتيف ايفيدنس زي هنشوفها بعد كده ان شاء الله، دي هتدل ان هي في جيرد ايفيدنس. لو المريض ده عمل الحاجات دي قبل كده وكانت بريزنت يبقى ده بروفن جيرد. عشان تو ديترماين واي سيمتومز بيرزست لازم اعمل التست الانتي سيكريتوري ثيرابي تبقى اون، لازم اكون برضو باخدها ما وفهاش، واعمل بعد كده الكاستر بيزد مونيتورنج بي اتش او بي اتش امبيدنس. تمام، وبعد كده اشوف في ايفيدنس فور او اجينست تريتمنت اوف ريفراكتوري جيرد. اما لو كان الحاجات دي مش موجوده ان بروفن يبقى ده اسمه ان بروفن جيرد. وتو ديترماين اف جيرد اكزيست او لا، طبعا لازم يكون ياخد الاوف الانتي سيرابي غالبا بيكون اكتر من او يساوي 7 ايام. بعمل وايرلس بي اتش مونيتورنج او بعمل كاستر بيزد بي اتش امبيدنس. تمام، نفس الكلام اللي هو في ان بروفن جيرد او بروفن جيرد، ده هو البدايه. هشوف المريض ده كان عنده جيرد فعلا قبل كده بروفن ولا لا. لو ما عندوش طبعا هقف السيرابي البي بي اي اللي بياخده غالبا اكتر من او يساوي 7 ايام. تمام، زي ما قلنا ان الكونكلوسيف ايفيدنس في الاندوسكوبي اللي هي اللوس انجلوس جريد بي او سي او دي، او البيوبسي بروفن ببريتس ميكوزا او بيبتيك اسوفجيال ستريكشر. في البي اتش امبيدنس بيكون الاسيد اكسبوجر تايم اكتر من 6% وال اول اكتر من 6% اون تو كونسيكوتيف دايز اون وايرلس ستاديز. تمام، الحاجات البوردر لاين اللوس انجلوس جريد اي اسوفجايتس في الاندوسكوبي، او الاسيد اكسبوجر تايم من 4-6% اون تو 24 اور ستاديز. الحاجات الادجنكتيف اور سبورتيف ايفيدنس، الحاجات اللي هي موجود في الاندوسكوبي لو شفنا هايتس هيرنيا او في الهيستوباثولوجي سكورينج سيستمز او الكترون مايكروسكوبي اوف بايوبسيز مبين ان في انفلاميشن او اسوفجايتس. يعني الامبيدنس برضو في ممكن يحصل اللي هو الريفلكس سيمتوم اسوشيشن، يكون السيمتومز فيها يعني لما يريد يحس بالسيمتومز يكون فيها اسوشيشن مع الاسيد اكسبوجر ديونج البي اتش مونيتورنج، او التوتال ريفلكس ابيسود اكتر من 80، او المين النكتورنال بيز لاين امبيدنس اقل من 1500. احنا اتفقنا ان هو لازم يكون اكتر من 2500 عشان يدل ان الاسوفجين ميكوزا انتجريتي. اقل من 2500 في باثولوجيكال ريفلكس. تمام، بعد كده في برضه في الهاي ريزولوشن مانومتري ممكن حاجات برضه بتساعدنا في التشخيص، اللي هو بيكون فيه هايبوتنسيف اسوفيشيو جاستريك جانكشن وهيتا سيرنيا وابسنت كونتراكتيليتي او امبيرد اسوفيشيال موتيليتي. ايفيدنس طبعا اجينست الريفلكس ان مفيش اي حاجه موجوده في الاندوسكوبي، وكمان في البي اتش مونيتورنج اللاسيد اكسبوجر تايم اقل من 4% والتوتال ريفلكس بيسوز اقل من 40 في ال 24 اورز، والمين نكتورنال بيز لاين امبيدنس اكتر من 2500. تمام، المريض لو كان عنده بروفن جيرد هتبقى زيها، بس في بعض الاختلافات. الكونكلوسيف ايفيدنس طبعا اللي هو زي الان بروفن جيرد. تمام، بس الاسيد اكسبوجر تايم اكتر من 4% مش اكتر من 6%، والريفلكس بيسوز اكتر من 80، وفي البوردر لاين بيكون هناك في الان بروفن جيرد كان الاسيد اكسبوجر تايم
اختصارا لحضرتك من كده، لما يكون في عندي مريض ان بروفنجرد او بروفنجرد حسب اللي هو الايفيدنس اللي قلنا عليه في الاندوسكوبي، اللي بيكون في لوس انجلوس كلاسيفيكيشن جريد بي او سي او دي، او في باريت اسوفيجاس، او لو في ريفلكس بيبتيك استريكشر في الاسوفيجاس. تمام، دي الحاجات اللي في اندوسكوبي. في الحاجات اللي في البيتش مونيتورنج بيكون الاسيد اكسبوجر تايم اكتر من 6%. فانا اللي حبيت احكم عليها ده كونكلوسيف ايفيدنس ولا بوردر لاين ولا ده اجينست الجرد بالثلاث حاجات دول. لو كان كونكلوسيف ايفيدنس قلناه البوردر لاين، لو كان في الدورنج الاندوسكوبي لوس انجلوس كلاسيفيكيشن كان جريد ايه، يعني في هنشرح دلوقتي لوس انجلوس كلاسيفيكيشن، او الاجينست اللي هو مفيش حاجه اللي هو نو اوروزيف ديزيز في الاندوسكوبي. تمام، ده الاجنست. طيب برضو في البيرش امبيدنس الكونكلوسيف قلنا عليه ان هو الاسيد اكسبوجر تايم اكتر من 6%، البوردر لاين بيكون من 4 ل 6%، الاجنست بيكون اقل من 4% اللي هو في السيروجين. التوتال ريفلكس ابيسودز بيكون في الكونكلوسيف ايفيدنس اوف جيرد بيكون اكتر من 80 بير داي، في البوردر لاين من 40 ل 60، في النورمال او في السيروجيكال يكون اقل من 40، وده اجنست الجيرد. تمام، بس ده اختصارا كده للشريحه دي في البروفن والان بروفن جير. اللوس انجلوس كلاسيفيكيشن فلكس سريعا كده، اللي هو جريد ايه اللي هي بيكون في ميكوزال تير اقل من 5 مللي. تمام، بات نوت اكستند بتوين التوبس اوف تو ميكوزال فولس زي الرسم هنا. الجريد بي طبعا بيكون في اكتر من 1 اور مور ميكوزال بريكس بس اكتر من 5 مللي، بس ما تعدتش برده التوبس اوف تو فولد ميكوزال فولس. الجريد سي بيكون في اكتر من ميكوزال كونتينوس بقى بتوين ذا توبس اوف تو اور مور ميكوزال فولز، ده اقل من 75% من السيركمفرنس. اما الجريد دي بيكون اكتر من 75% من السيركمفرنس. وده حضرتك الفينوتيبك برزنتيشن بتاع الجيرد اللي هو النيرد اللي هو انا الكومبليت نورمال، وده اكتر حاجه في الجيرد برضه 70% بتكون نورمال اسوفيجس. في الاروزف اسوفيجايتس بيكون في ميكوزال تيرز اللي هو كلاسيفيكيشنز اللي قلنا عليها لوس انجلوس كلاسيفيكيشن او البارك استوفيجس. وقلنا ان النيرد ده فيه ثلاث حاجات برضو، في حاجات اللي هي ترو نيرد اللي هو الاسيد اكسبوجر تايم اكتر من 6% فعلا بس مش شايف باثولوجي في بالمنظار، او فانكشنال هارت بين وهاي ريفلكس هايبر سنسيتيفيتي. هما الاثنين دول بيكون الاسيد اكسبوجر تايم نورمال مش زايد ولا حاجه، بس الريفلكس هايبر سنسيتيفيتي ده عباره عن استوفيجس حساس حتى للفيسيولوجيكال ريفلكس، والفانكشنال هارت بين ده بيبقى وراها حاجه سايكولوجيكال انيمي. ده التايبس بتاعت النيرد. طيب لو المريض ده خلاص جاي بتيبكال سيمبتومز، قلنا بندي امبيريكال ترايل سنجل دوز بي بي اي من 4 ل 8 اسابيع، بعد كده هنعمل ري ايفالويشن، لو حصل سستين ريزوليوشن اوف سيمبتومز هعمل ويننج لللوست افكتيف دوز، او بعد كده كونفرت تو اون ديماند ثيرابي، وممكن اضيف معاها اتش دي بلوكر او انتاسيس. لو المريض ده مارشل او نو ريسبونس تو سيمبتومز اساس الكومبلاينس اند انكريز الدوز تو توايس ا داي، هنتكلم ازاي نعمل اوبتمايزيشن للبي بي اي. لو عمل ري ايفالويشن تاني بعد 4 ل 8 اسابيع وبرده لقينا بارشل او نون ريسبونس، هنعمل انذار او وايرلس بي اتش مونيتورنج اوف بي بي اي طبعا. تمام، الشريحه دي كتير انا هلخصها لحضراتكم. في البيشنتس اللي عنده ان بروفن جيرد زي ما حضرتك قلت الدكتور اشرف، اللي هو اللي هنمشي معاه ازاي. المريض ده بياخد بي بي اي ترايل لمده 4 ل 8 اسابيع، لو مفيش ريسبونس هعمل اوف البي بي اي لمده 7 ايام او اكتر. لو المريض ده بالمنظار عامل بعد كده منظار، لو المريض ده مفيش اروزيف ديزيز او في سيرجيكال اسيد اكسبوجر اقل من 4% يبقى ده نو جيرد لايكلي فانكشنال سيرجيكال ديسوردر، فده طبعا هستوب البي بي اي. ممكن اعمل هاي ريزولوشن مانومتري اف الومينيشن او سيرجيكال موتور ديسوردر سسبكتد. تمام، وفي حاجات برضو اللي هو النيورو ميدوليشنز والكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. طيب لو مريض بالمنظار كان بوردر لاين في المنطقه الرماديه كده زي ما قلنا عليهم، هيعمل اوبتمايزيشن بي بي اي تو كنترول سيمبتومز، هعمل اجريسيف لايف ستايل موديفيكيشنز، وهعمل برضو النيورو ميدوليشن، وبعد كده هعمل ايفالويشن. لو السيمبتومز كنترول الاوبتمايزيشن بي بي اي ده في كذا حاجه ممكن نعملها اوبتمايزيشن. اول حاجه الكومبلاينس، بي بي اي كومبلاينس، هتاكد ان المريض فعلا بياخد الدواء في ميعاده ريجاردنج التايمنج والدوز. التايمنج اللي هو يفضل حضراتكم زي ما حضراتكم عارفين اللي هو بيكون دورنج المورنينج 30 مينتس بيفور بريكفاست. تمام، على امبت ستومك. في بيبقى طبعا ملهاش اللي هو ملهاش تايم، ملهاش يعني الفود، ملهاش علاقه بالفود يعني. تمام، ريجاردنج الدوز وريجاردنج التايمنج ده بيبقى كومبلاينس، وده اشهر سبب انه بيكون نان ريسبوندر للبي بي اي. تاني حاجه البي بي اي ميتابوليزم،
بيبقى غير الميتابوليزم. في ناس اللي هو طبعا بيحصل الميتابوليزم اللي هو بالسيتوكروم بي 450، في ناس تراب الميتابولايزرز للانزيم ده، فبالتالي بيحصل بارشل او نون ريسبونس للبي بي اي. في ناس انترميديت ميتابولايزر، وفي ناس سلو ميتابولايزر. سلو ميتابولايزر في برضو ممكن نعمل سويتشنج للبي بي اي انذر بي بي اي براند. في ناس كده لو غيرنا الماركه او النوع بتاع البي بي اي هتلاقي استجابت. الريفراكتوري جيرد كان ريسنت جايد لاينز بتاعت الاي سي جي والاوروبيان سوسايتي اوف نيورو جاسترونتولوجي اند موتيليتي، كل ده اتفقوا ان الريفراكتوري جيرد لازم يكون اوبجكتيف ايفيدنس اوف جيرد. ان انا شايف الباثولوجي اند ذس اندرجين ترايل اوف تريتمنت انكلودنج اوبتمايزد اسيد سبريشن اند لايف ستايل مانجمنت بات كونتينت تو اكسبيرينس انفلكس لايك سيمتومز. جنرالي اوبتمايزيشن بيكون بيتكون من دبل دوز بي اي اوفر ات ليست 8 ويكس. طبعا الثيريجز اوف ريفراكتوري جيرد في طبعا انسفيشنت اسيد سبريشن، وده اللي هو التو جير زي ما كلمنا في البي بي اي كومبلاينس، البي بي اي تايمنج، الميتابوليزم. في هو الويكلي اسيد ريفلكس او ويك الكالين ريفلكس، ممكن يكون اصلا ده عباره عن بايل ريفلكس مش اسيد، ممكن يكون نكتورنال اسيد بريك ثرو. هي برضو اللي هو النون جيرد، وفي فانكشنال ديسوردرز، وفي الترناتيف دايجنوسيس ان ريليتد تو جيرد اللي هو مالهاش علاقه بالاسوفيجس. في اللي هو فانكشنال هارت بيرن او ريفلكس هايبر سنسيتيفيتي، وفي سايكولوجيكال كوموربيديتيز. الالترناتيف دايجنوسيس تشمل الزولينجر إلسون سندروم والبيل انديوز اسوفاجايتس نسوجيرس بقى الراحه بقى، سواء كان بيل انديوز او انفكشوس او كوستيك او زينوفيليك او الليمفوسيتيك او راديشن انديوز اسوفاجايتس او كانسر او اكاليزيا، خاصه لو المريض ده جاي بالبرايمري سيمتومز اللي هي الديسفيجيا او جاستروباريسيس باسباب مختلفه من دايبيتس ميليتس من هايبوثايرويديزم من سكليروديرما. في برضو اتش بايلوري كارير ستيتس وارمينيشن سندروم. طيب عشان كده لازم نفرق بين الثلاث انواع دول. لو واحد جاي ببريسيستنت سيمتومز، في فعلا اون جوينج جيرد يعني ان ادكوتلي كنترولد جيرد، ولا اوفرلاب وذ نون جيرد كونديشنز. اوفرلاب يعني هو بيكون عنده فعلا ترو جيرد بس اوفرلاب بحاجه تاني من الفانكشنال ديسوردرز زي الفانكشن هايبر سنسيتيفيتي ريفلكس هايبر سنسيتيفيتي او فانكشن هارت بير. تمام الاون جوينج جيرد ان ادكوتلي كنترولد جيرد او الاوفرلاب وذ نون جيرد كونديشنز واللان اسوفيجال كوزز. طيب سريعا الميكانيزم اوف بي بي اي ريفلكتوري جيرد اللي هو قلناهم في اون جوينج ميكانيكال ريفلكس، بيكون الانتر ريفلكس بارير ديسربتد زي مثلا عنده واحد عنده هيتس هيرنيا وذ هايبوتنسيف لوور سيجال سفنكتر او تيز انتر جاستريك بريشر من سنترال اوبيسيتي. النور النكتورن اسيد بريك ثرو ده عباره عن ان الموتيليتي تبقى كومبرمايزد، فبالتالي في انسفيشنت سكويز تو كلير ذا ريفلكسيت اوت اوف ذا اسوفيجس، فبالتالي ده في النايت تايم بيكون مفيش تاثير الجرافيتي، فبالتالي المريض بيحصل له الريفلكس. وفي برضه الريفلكس هايبر سنسيتيفيتي اللي بيكون السوفيجيال ابيثيليوم بيكون انتجريتي از ريديوسد لكن النيرف اندكس از السوفيجيال از هاز هايدن سنسيتيفيتي تو ريفلكسيت. والكوجنيتيف افكتيف بروسيسز زي الانكزايتي بيشن هاد جيرد اند اكسبيرينس ترابل سم سيمتومز، بس حتى بعد لو السيمتومز دي كنترولد المريض بيكون فيه انكزايتي وفير ان السيمتومز دي يحصل لها تقعد وما تمشيش، فبالتالي السايكل دي از نوت اف نوت بروكن زين سيمتومز كان بيرزست، وبالتالي لازم يكون فيها بيهيفيرال سيرب. تمام طيب لو في يعني الجزء بقى اللي هو ريفلكتوري جيرد، لو ريفلكتوري جيرد اللي هو لو مريض جاي خلاص اتفقنا ان هو كان جاي جيرد سيمتومز كونكلوزيف ايفيدنس اوف جيرد وخد عملنا اوبتمايزيشن للبي بي اي واللايف ستايل موديفيكيشن بس لسه في اون جوينج سيمتومز، ده في كذا اوبشنز للتريتمنت، في منها لايف ستايل انترفينشنز وفي فارماكولوجيكال ثيرابيز بي بي اي دوزنج اوبتمايزيشن وفي اذر في نظر نون بي اي ميديكيشنز وفي اندوسكوبيك انترفينشنز اللي هو بتشمل ترانس اورال انسيجنس فاندوبليكيشن والسيرجيكال ابروتشز فاندوبليكيشن والماجنتيك سفنكتر اوجمنتيشن والرون واي جاستريك باي باس. هو لايف ستايل موديفيكيشنز اللي حضراتكم عارفينه اللي هو كوت سموكينج اكسرسايز ريجولرلي سيت اب ستريت ما ناكلش قبل ما ننام غالبا 3 ساعات avoid the heart pain triggers زي المشروبات الكحوليه والحاجات البيتر والشو الفود سلولي و eat small meals throughout the day و step with your head and shoulders broke up. تمام الجزء اللي هو optimization بي بي اي اللي كلمنا عليه اللي هو بس في switching to cytochrome independent بي بي اي، في بي بي اي نوت ديبندنت للسيتوكروم ده زي الازموبرازول او الرابيبرازول ده ممكن استخدمهم برده دول مش بيتاثروا بالسيتوكروم ميتابوليزم. تمام سبريتنج البي بي اي دوز ده ممكن نعملها في الناس اللي عندها نكتورنال بريك نكتورنال اسيد بريك ثرو.
اديله واحد يعني جرعه تاني بالليل. تمام. ده خلاص برضه اللبناني اللي هو الميتوغرام الميتابلايزرز والسلوم ميتابلايزر بتاعت البي بي اي. عشان كده مش بكل بي بي اي ار ذا سيم، هما فعلا نفس الميكانيزم بس نوت ار ذا سيم. تمام. طبعا النون بي بي اي ميديكيشنز ممكن تساعد، اللي هو في السسبكتد بريك ثرو اسيد زي الهيستامين اتش 2 بلوكر. الاتش 2 بلوكر ممكن انا بديه بيساعدني في النوكتورن اسيد بريك ثرو. وبرده في ناس في عندها في دراسات جديده على الاتش 2 بلوكرز ان هو بيأثر على الاسوفيجيال ريسبتور بين الاسوفيجيال بين الريسبتورز يعني. فممكن نلاقي في البراكتس مثلا حد بياخد بي بي اي وما بيستجبش، اضيف له اتش 2 بلوكر يقول ده فعلا هو اللي ريحني. فده ممكن تفسر بالميكانيزم ده. البوتاسيوم كومبتيتيف اسيد في البراكتس انت ممكن تدي حد بي بي اي يمشي عليه ويقول لك انا ده ما استريحتش في العلاج ده، دي ممكن تضيف له حاجه اتش 2 بلوكرز بالليل، يقول لك المريض هو ده فعلا اللي ريحني. فده الميكانيزم بتاع اتش 2 بلوكرز انه بيشتغل حاليا دلوقتي على الاسوفيجيال ريسبتور بين او بين ريسبتورز الموجوده في الاسوفيجس. تمام. فكيب ان مايند الاتش 2 بلوكر لسه ما زال لي رول في الحاجات دي. ان اديشن البي بوتاسيوم كومبتيتيف اسيد بلوكرز ار افكتيف فور اروزف اسوفاجايتس اند وي هاف ا رول ان تريتمنت اوف ريفراكتوري جير، ان هو طبعا كومبليت ان هو في مور سترونج عن البي بي اي. بس طبعا في الدروباكس عن ان هو بيزود الجاستين ليفل اكتر من البي بي اي. وفي برده اللي هو الالجينيت انتاسيدز غالبا في الناس اللي عندها بوست برانديال سيمتومز ده بيكون في بعد الاكل كده بيكون في يحصل ميكسنج للفود مع الاسيد، فبيكون في حته من فوق كده سوبر ناتنت دي بتكون اسمها اسيد بوكيت، دي اللي بتعمل ريفلكس بعد الاكل. فدي بنضيف لها اللي هو الالجينيت انتاسيدز زي الجيمسكون. عشان برضو اللي هو الباكلوفيل اللي هو جاما امينو بيوتوريك اسيد تايب بي ريسبتور اجونست، ده بيعمل اللي هو ترانزنت لور اسفيجال سفنكتر ريلاكسيشن. بس الباكلوفين مشكلته ان هو بيعمل دراوزنس وبيعمل جاستريك سايد افكتس. فاحنا بنجرب معاه بنمشي ستيب اب كده، لو استحمل هنكمل فيه، لو مستحملش بيعمل ايه؟ بيعمل ترانزنت لور اسفنكتر سفنكتر ريلاكسيشن انهبيشن. الحاجه بعد كده فيه اللي هو نعمل نيو ميدوليشن بالانتي ديبريسنس اللي هو بتشمل الدرايسيكليك انتي ديبريسنس او سيلكتيف سيروتونين رياكتيك انهبيتورز، دي ممكن نستعملها في البيهيفيرال ثيرابي. البروكينيتكس ما فيش بيقول يعني في دراسات اتعملت ان ما لهاش رول في الفلكس، بس ليها رول في لو كان في معاه اوفرلابنج جاستروباريسيس. اخر حاجه اللي هو خلاص زي تيك هوم مسجز اللي هو بيست براكتس ادفايس. اول حاجه الكلينيشن شود كرييت ا كير بلان فور جير سيمتومز ثيرابي سيليكشن اند لونج تيرم مانجمنت ان ا شيرد ديسيجن ميكنج موديل وذ ذا بيشنت. الكلينيشن شود اوفر ستاندردايزد ايدوكيشنال ماتيريالز اون جير ميكانيزمز ويت مانجمنت لايف ستايل اند ديتري بيهافيورز relaxation strategies and brain gut axis relationship to patient with reflux symptoms. برضو اهم حاجه اللي كانشن شود انفزايز السيفتي بتاعه البروتون بامب انهبيتورز، استخدمهم ما استخدمهمش فور لونج تيرم بيريد الا للناس اللي فعلا محتاجه ده. والناس اللي هتستخدم مثلا بي بي اي اكتر من سنه او حاجه لازم اعمل له برضو ري ايفالويشن بمنظار او بي اتش مونيتورنج، عشان ممكن كبري اوبراتيف او بري انترفينشن ممكن اعمله سيرجري او اندوسكوب. الكلينيشن شود اوفر بيشنت وذ هارت بيرن وريجربريشن او نون كاردك تشيست بين وذاوت الارمنج سيمتومز من دون الاول في ال 4 تو 8 ويكس ترايل اوف سنجل دوز بي اي وادجستنج دوز اف نيدد اند تابر تو لوست افكتيف دوز. ممكن بعد كده اعمل اون ديماند او اضيف معاه اتش 2 بلوكر او انتاسيد. الكلينيشن شود ايفالويت البي بي اي ثيرابي اند دوزنج وذين 12 مانثس اوف انيشيشن ان انبروفن جير and offer endoscopy use wireless reflux monitoring to establish long-term use. If heart pain and regurgitation of chest pain don't respond to BBI trial أو كان في alarming symptoms برضو clinician should investigate with endoscopy and perform prolonged wireless BH monitoring. Where clinician should perform upfront objective reflux testing of medication rather than an empiric BBI لو كان ده في isolated extra esophageal symptoms and suspicion of reflux etiology. ما بداش بالبي بي اي، ممكن ابدا بالمنظار ساعتها. انسيمتوماتيك بيشنت ويز بروفن جير كلينيكال شود كونسيدر امبيلاتوري 24 اور بي اتش امبيدنس مونيتورنج اون بي بي اي از ان اوبشن تو ديتيرماين ذا ميكانيزم اوف بيرسيستنت اسوفيجيال سيمتومز ديسبايت ثيرابي. اخر حاجه الكلينيشن شود تيلور الادجنكتيف فارماكو ثيرابي تو ذا فينوتايب يوزنج الجينيت انتاسيدز فور بريك ثرو سيمتومز نايت تايم اتش 2 ريسبتور بلوكرز فور نكتورنال سيمتومز باكلوفين فور ريجارجيتيشن او بيرش برومينانت سيمتومز
clinicians should offer pharmacological neuromodulation and referral to behavioral therapists for hypnotherapy, cognitive behavioral therapy and pharmacologic breathing for the حاجات behavioral therapy بتساعد برضو لو كان المريض في function heart pain او flux disease. Thank you.